بعد العصر. من الظهر. من الظهر وانا يا عيال قمت الظهر اليوم. لقيت عزيز الرسمي توه متروش. عزيز الرسمي اليوم الظهر اليوم في حالة انصدمت. في حالة ما ادري وش هي. وش هي؟ يا عيال اي يرقد وبلشان بنفسه ولا يبي يطلع برايم ويروح يحضر فقرة الشيبان يوم خلص كهجر. مشخص. قال باخذ غفيمة وقومني. قلت له ادخل علي نوك وانا ابغى اقوم. بس عز الله ما شاء الله اليوم مكشخ شخصية ما شاء الله. مكشخ. وابغى اطلع موهبة المقدم. ينفع مقدم معي في البرامج الجاية. يقول انا ابغى اطلع موهبة المقدم اللي فيني. روح اشرب ثوب وغتراه. سارق من عندك ثوب ومن عند ذا. الله لا يوفقك بيسه. اصدمكم شيء. تدرون جاي النسخة ما معه ولا ثوب. تدري انه ماخذ ثلاث ثياب عندي للحين؟ تدري انه ماخذ اربع من عندي؟ الله لا يوفق ابليس. اسالكم بالله ما تحرجوني. كيف الثوب؟ كو لا بنفسه كو صديق تنعيم تنعيم. هلا اكسكيوز مي ثوب هذا عشان اسوي اكسكيوز مي اكسكيوز مي. اسمع تعال تعال نجيب تعال زبط زبط عارض كويس. تعال تعال نجيب الكرسي. استلم له ذبات ما بده يوقف. تعال نشوف اول جلسه انا بجيب كرسي. ابو خشمان انا حلفت لك تجلس. اي وان الله يرحم والديك. شطق ابو خشبان ترى مليت يا ريجي ترى نيستي والله نيستي. ارحب حرام تلبسها الواقع. والله نيستي. والله نيستي. ابو محمد اجلس اجلس اجلس. ابو محمد اجلس. زايد يوم جيتك يقول ارحب يا قمر. يقول يا قمر سبع. ابو خشبان ابو خشبان ابو خشبان تكفى رح 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 شوي قم قم دقيقه دقيقه. روح وتعال مره ثانيه كلك توك جاي. عقب الاول يلا لا اسكت اسكت اسكت. سوي نفسك اوكي. انا جنب خالد رحابا يا هوا باليوغا يا تمرادة الدمع الشوق لك القلب كذا 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 لا 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 منير 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 اجلس منير منير اجلس هنا ربط ربط المواعين زي اجلس حق من كم سنة سعودية شغل حق ريان صديق. ريان ريان ماخذه مني من راعي الغنم. كم سنه سويت يا شغل؟ كم سنه سويت؟ انت كم مواليد؟ يا عيال شكله حفله كذا. شكله حفله. انا حفله. هيا دايما سكنت افضل. حفله. حفله بكره. زواج ولا حفله؟ اوكي علومكم. عيال موعدين باذن الله بليله بكره. للتاريخ الدنيا. شو صاير؟ يعني ما ادري يعني ما ادري صاير جوالك معك وشايف سالوني ليه سهران ليه تعفان ليه تعفان احنا ترند من يوم بس احنا اليوم ترند دبل بدنا نترابل معنا دبل ليه تعفان يا عيال شيء شيء ابداع محمد العازمي ها وشو تركي ميزان عادي عادي تدري ما خلص شيء ما جاب على جاره الربيع وش يطلع وش يطلع عليك شيء بعفان العشاء قعود الصفوف الصف حلو ولا سهران جايب الصفوف جايب قهوجيه جايب فواكه العشاء لك جايب قعود طليين اوه اكل هاكل هاكل اه حلا وش تبي؟ لا لا والله فيك لا لا بنيتين نو سلطان اسمع عدد كبراندات الحلا اللي بيجيبها ذا ها؟ عدد كبراندات الحلا اللي بيجيبها عيفان؟ لا 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 كارتير ساعد طيب زايد كفايه حراجات زايد زايد نواف نواف بس دقيقه فيه رساله مخصصه ما هو قصور في الباقيين لزايد بن ناجي الرسالة هذه مضمونها حب وتقدير واحترام واعجاب لا اعجاب ما دخل فيها اعجاب سووا في تويتر زايد بن ناجي ثلاث اسئلة جاوب عليها بكل صراحة زايد بن ناجي للان وهو عنده هوس الخيل هوس الخيل ايه المربط و للحين من اقتنى الخيل واللعبة خلاص لا عاد يمكن ينسحب السؤال الثاني زايد بن ناجي مشروعه بعد البرنامج هل في مشروع؟ أنا أبو سطوار العمار في ميدان الكبد العزيز. كفو. حي والله ذا الحين. كفو. خشمك. عاش. الثالث. لا حول. لا تشدها محمد. لا حول. الله أحمد. اليوم نواف. الربع يا سهران. أنا سهران. مسلم السؤال الثالث قبل دخول وقت الأذان. هل زايد بن ناجي بيكمل مسيرته في البرامج الواقعية؟ لو عرض عليه مقدم او شيء ولا انا كم مسيرتي ان شاء الله يوم التسعين وعاش خلاص باذن الله روح كان يجيني عرض محمد روح لان كان يجيني عرض يعني مبلغ ومعجب كم مبلغ حلو 15000 ألف 2000 عادي 15000 يرقد هني 2000 عادي 2000 ارقد عندك كم معك انا لو يعرضون علي مقدم بلاش جيت انت بلاش ما بيوري اهم شيء اقول
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص يا عيال ما بعد طلعت موهبه التقديم الحين. انا في المقدم مقدم. انا ما طلعت انا بروح انا خلوني مقدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معنا الممثل المبدع.